طب حقوق الناس اللي راح واكل مال الناس واللي يرجعها الناس. يرجعها ليه؟ خلي بالك احنا قلنا الغفران هيجي بالحج. رجل اغتصب ارضا ولغايه ما رجع يوم 15 الحج رجع اهو بس وما رجعش الارض اللي اغتصبها، بدا ذنب جديد. ما هو هو هيتحسب عليه ذنب طول ما هو مانع الحقوق من اصحابها. يعمل ايه المسكين ده؟ هو اتغفر له البلوى اللي عملها قبل كده والمصيبه اللي عملها قبل كده باكل مال الناس او بظلم الناس او بمنع كيت وكيت وكيت من الحقوق، غفرناها لك يا سيدي. النهارده بقى هتعمل ايه في يوم 15 الحجه دي؟ هتبدا على نظيف ولا هتكمل في الظلم اللي انت عامله؟ كمل في اللي هو عامله. ابتدى ذنب جديد ويمكن يبقى ذنب اعظم مما سبق. لكن لو انه رد وبادر لرد الحقوق والمظالم وما في ذمته حتى ولو بدا من الصفر، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي به ملائكته ويكرمه كرما يعني ما بعده كرم. أدي الحكاية في المغفرة كون إن أنت تعتقد اعتقادا جازما بالغفران في الماضي كده هو بيحفزك شوف إزاي إنك ترد الحقوق فورا، وإلا هنبدأ إثم جديد وذنب جديد ووضع جديد مع ربنا سبحانه وتعالى. الكتاب بتاع عموم المغفرة للحجاج بتاع ابن حجر العسقلاني كتاب صغير كده، يعني ننصح حتى لأنه طبع بمصر قديما في العشرينيات إنه يعاد طبعه، لأنه يعني مش هيتكلف كتير وأحاديث اختارها الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحلوة جميلة عموم المغفرة للحجاج.